مساء الخير كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. زي ما تعودنا كل يوم أربع بنناقش أخبارنا في أول فقرة، بنحللها مع بعض ونشوف آخر المستجدات على الصعيد المحلي والعالمي. مفيش شك إنه في معايير لكل حاجة، معايير لاختيار الصديق، معايير للتربية، معايير للعمل، معايير للعلاقات، معايير لكل حاجة. على أساس المعايير دي بنتحرك ويكون توجهاتنا. الخلل في المعايير بيخلق تصادم مع المنظومة أو مع الآخر. تمام كده، وأعتقد أننا أغلبنا هنكون متفقين. يا ترى الأزمة فين؟ الأزمة في أن لكل واحد فينا معاييره، فنفس الأمر ممكن يختلف عليه ناس كتير، لأن كل شخص بيكيل بمعياره. فهل لازم نتفق على معايير واحدة؟ هل يظل كل منا على معاييره ويستمر التصادم؟ هل نتعامل عادي مع بعض على اختلاف معاييرنا؟ بالطبع الإجابة هتختلف لو تعاملات شخصية عن تعاملات عملية داخل منظومة من المفترض إنه بتحكمها معايير مهنية. النهاردة الحقيقة هنتكلم في موضوع المواطنة، وده موضوع كبير هتكلم فيه كلام كتير قوي. لكن الأول قبل ما نبدأ فقرة أخبارنا خلونا نخرج فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، نتواصل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد. خلونا قبل ما نبدأ الأخبار نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد الدسوقي رشدي. أستاذ الدسوقي أهلا بسيادتك يا فندم، مشرفنا منورنا. مساء الخير، مبسوط لما أشوفك والله. شرف لي يا فندم. طيب خلينا نبدأ بأول خبر. السيسي: مصر تواصل مساعيها لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلام بجنوب السودان. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، وده بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سالفا كير، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان. ورحب الرئيس بالخطوة الهامة اللي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام، مشيرا إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام. أستاذ السوقي، سيادتك عايز تقول حاجة في الخبر؟ سريع جدا في الخبر ده. أنا يا جماعة فخور جدا وسعيد جدا بأنه الدولة المصرية فيما يخص ملف الخارجي أو ملف الشؤون الخارجية تحديدا تحس يا أزعاد أن عندها عين تالتة، هي عمالة شايفة مصلحتها فين وإيه العلاقات اللي عاوزة ترممها، ففي عين تالتة بتلقط على طول الخطوة اللي جاية في التحرك. وزي ما قلت لحضرتك من أسبوعين أنه مصر الفترة اللي فاتت أو الأربع سنين اللي فاتت هي في مهمة وطنية
ضخمة جدا اسمها مهمة استعادة العواصم الأفريقية مرة تانية لحضن القاهرة. فالنهاردة انك تبص على جنوب السودان، النهاردة انك تبص على بيلاروسيا، النهاردة انك عمال بتتنقل ما بين دول ودول ربما في أذهاننا زمان كنا بنشوف ان هي دول حجمها صغير او دول ناشئة او دول حديثة، لكن مصالح مصر في ان هي ترسم خريطة جديدة لتواجدها على المستوى الدولي وتواجدها فيما يخص محيطها الأفريقي، اعتقد ان هي من الخطوات التي يجب دائما ان نثمنها. وما تحطش خطوات وتحركات مصر في الملف الأفريقي بمعزل أبدا عن حماية مصالحها. وأعتقد أنه كلمة المصالح المصرية أو مصلحة مصر هي بقت الدافع الرئيسي اللي بيحرك الدولة المصرية دلوقتي في كل تعاملاتها في الخارجية أو في الملف الدولي تحديدا. تمام، نروح لخبر إعدام الإرهابي هشام العشماوي. تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام العشماوي أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي النهاردة الصبح تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. عشماوي كان مطلوب في قضايا تتعلق بالإرهاب، أبرزها الهجوم على كمين للشرطة بالجيش في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية ومقتل نحو 22 جندي في شهر رمضان عام 2014. نروح نشوف فيديو المتحدث العسكري ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الآتية: أولاً، المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. ثانياً، اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013. ثالثاً، ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية. رابعاً، تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقل هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات. خامساً، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة. سادساً، اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013. سابعاً، استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس. ثامناً، اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم. تاسعاً، تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرافرة. عاشراً، ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود بالفرافرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014. 11،
المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو سوير، الصالحية، القصاصين. 12، استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو سوير. 13، تسلله إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا. 14، تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي. حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. خلونا نعرف أكتر من خلال سيادة اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة. مساء الخير سيادة اللواء. يا نور يا فندم. أهلا بسيادتك يا فندم. سيادة اللواء، هل في انعكاسات دولية لتنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي باعتباره أحد أبرز الجهاديين المسلحين بمصر؟ طبعا في انعكاس، أهم حاجة الانعكاس المحلي وليس الدولي. أنا عايز أتكلم في ثلاث نقط أساسية في هذا الحال. تفضل يا فندم. مكان هذه العملية في المنظومة الأمنية اللي حصل النهارده، الإعدام في المنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية عادة معروف كده استراتيجيا إنها ذات أربع أبعاد. البعد الأولاني المعلومات، توفر المعلومات، وهذه متاحة الحمد لله. الوسيلة، الجزء الثاني من المنظومة، ان في قوات ووسائل تقدر تنفذ مواجهة الارهاب. قوات موجودة والوسائل موجودة سواء في الداخلية او في الجيش. بعد الثالث ارادة على فرض قوة الدولة، ودي ثبت انها موجودة. اخر حاجة الردع، وده مش موجود. ليه مش موجود؟ نشوف التاريخ بيقول ايه. جماعة الاخوان المسلمين اللي بينتمي لها هذا الارهابي، ما اختلفت الاسماء، يعني انما اصلها ايه جماعة الاخوان. من سنة 1928 ارتكبت جرائم عديدة، مقتل النقراشي ومقتل الخزندار، القاضي الخزندار، ومنشأت 1928 كما نعلم محاولة اغتيال عبد الناصر سنة 54، اغتيال السادات 81 وغيرها، وتم إعدام المنفذين لهذه العمليات، وضربت كوادرها واعتقلوا في السجون عدة مرات لغاية النهاردة في عصر مبارك كان، ثم في عصر الرئيس السيسي. هذه الأعمال الإرهابية كانت ولا تزال مستمرة رغم الضربات التي وجهت لهذه الجماعة على مدار 80 منذ انشئت سنة 88. السؤال المهم، ليه هذه العمليات لا زالت مستمرة رغم عمليات الضرب اللي وجهت لها في أيام عبد الناصر وأيام النقراشي وأيام إبراهيم عبد الهادي وأيام عبد اسمه ده السادات وأيام مبارك، ولا زالت الجماعة بتشتغل؟ السبب الأساسي في هذا الموضوع إن المفارق شغالة، اللي بتفرخ إرهابيين جدد، واخد بالك تحمل فكر إرهابي يأمر بالقتل والتخريب والتدمير باسم الدين، والدين منهم براء، وتحت ذريعة إن الدولة كفرة والحكام كفرين، وهذا الفكر المنحرف والضال والمتطرف اللي أرساه وزرعه حسن البنا رئيس الجماعة، وكان الجماعة سيد قطب في كتابه المعروف، هما كتابين، معالم في الطريق وفي ظلال القرآن، لا يزال هذا الفكر قائم وبيتداول في المعاهد وفي الجامعات وفي المساجد وفي الزوايا دون وجود من يرد على هذا الفكر الضال والمنحرف بما يثبت كذب وبهتان وادعاءات من يروجون لها. لذلك استمرت المفارق تفرخ من سنة 28 إرهابيين جدد، ومن هنا جاءت النداءات المتكررة للرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني
والتعبير الصحيح بقى مش تجديد الخطاب الديني، تجديد الفكر الديني، لان الخطاب ده عباره عن اليه زي المسلسل، زي الفيلم، زي الكتاب، بيحمل فكر، اليه بتحمل فكر. فانت مش مطالب، مش الهدف هو ان انا مجدد الخطاب، لا، ده انا اشيل هذا الفكر الضال من ادمغه الناس اللي بيعتقدوا فيه، واحط الفكر الاسلامي السليم اللي ابعد ما يكون عن هذا الفكر الضال ولا يمت له بصله. فاذا المطلوب مواجهه الفكر الضال ده الارهابي بالفكر السليم من قبل القادرين على ذلك والممكنون من الله تعالى وسيدنا رسول الله لاداء هذه المهمه، ودول موجودين على مدار القرون بيشير لهم الحديث الشريف. ويمكن ده الحل الوحيد سياده اللواء. انا بشكر سيادتك سيادة اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، شكرا ليك يا فندم. أستاذ سوقي، في أخبار كده يا أستاذ عادل لما بتسمعها بتفرح، الخبر ده تحديدا لما تسمعه تبقى نفسك تكون بتعرف تزغرد عشان تعرف تزغرد. العجبني في بيان القوات المسلحة النهاردة فيما يخص إعدام الإرهابي، شيل بقى لفظ جهادي، شيل الألفاظ دي كلها، الإرهابي هشام عشماوي، إنك أنت عددت قدام الناس جرائم هذا الإرهابي، 14 مصيبة راح بسببهم دم كتير من ولادنا سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، راح بسببهم جزء من استقرارنا، راح بسببهم جزء من أمننا. فبالتالي هشام عشماوي لو في إيد الواحد يعدمه بدل المرة 100 مرة. فيما خص بقى السؤال بتاع الانعكاسات الدولية، الحقيقة حط الإخوان على جنب لأنه مفيش أحقر من هذه الجماعة ولا أفكارها. من وقت القبض على هشام عشماوي افتكروا يا جماعة المناحة الإخوانية اللي اتعملت كأن هشام عشماوي ده بطل من أبطال العالم. ارجع بالذاكرة افتكر إزاي كان في مناحة إخوانية وبكى على القبض وقت القبض على هشام عشماوي وتسليمه لمصر. ليه المناحة دي كانت موجودة؟ لأن الإخوان كانوا طول الوقت بيصدروا للناس إن هشام عشماوي ده هو القادر على الانتقام من الدولة المصرية والشرطة المصرية والجيش المصري. فلما سقط الحال المعنوي عند الإخوان وعند اللجان المسلحة والميليشيات المسلحة كانت في الصفر، اللي هم كانوا بيصوروا العشماوي ده على إنه أدهم صبري. فلما تشاف وهو جاي متجرجر بقت فكرة الأسطورة والأوهام اللي بيحاولوا يخوفونا منها طول الوقت مش موجودة. فسقوط هشام عشماوي كان ضربة قوية جدا لما تحاول أن تصدره عن نفسها الجماعات الإرهابية، إن أنت ضعيف هش. نمرة اتنين، تعال نبص على التعامل النهاردة مع خبر هشام عشماوي عشان تعرف مين عدوك ومين حبيبك. لأن الأخبار اللي اتنشرت في بعض المواقع سواء كانت مواقع إخوانية أو الجزيرة أو CNN بالعربي أو غيرها من بعض الصحف الأجنبية والأمريكية، أخبار الحقيقة صياغتها تخض، ممكن تبان عادي. يعني لما يقولك إعدام الضابط السابق هشام عشماوي ممكن تشوفها عادي، لكن ده مش عادي، ده مقصود. مقصود طول الوقت إن هو مش عاوز يبان هشام عشماوي إرهابي. لما يتقال إعدام المتمرد هشام عشماوي، لا، هشام عشماوي مش متمرد، ما كانش عنده خلاف مع السلطة. هشام عشماوي إرهابي مجرم كان عاوز يقتل، كان بيكفر السلطة. فده المصطلحات نخلي بالنا منها يا جماعة قوي، لأن هو ده اللي عاوز يزرعه في دماغنا. لو تفتكر زمان كمان برضو التغريدة القديمة بتاعت الدكتور محمد البرادعي لما كاتب يقولك الدولة تواجه المتمردين في سيناء، لا، هم مش متمردين، هو مش خلاف سياسي، هم مش معارضة. احنا بنتكلم عن جماعات إرهابية تحمل الكثير من الأفكار المتطرفة تحت ستار الدين علشان تمارس عنصريتها وتفكير هذا وتكفير هذا المجتمع ثم تدمير هذا الوطن. فبالتالي النهارده بقول لك واحد من الاخبار المفرحه جدا اللي انا اتمنى كنت اكون بعرف ازغرد عشان ازغرد. نمره اتنين، التخويف المستمر بسيناريوهات اصل هشام عشماوي اتقتل النهارده او اتعدم النهارده او اتقبض عليه، فبالتالي في عمليات ارهابيه كتير هتزيد. انا ما بقتش خاف، يعني انا كمواطن ما بقتش خاف. اعدام هشام عشماوي النهارده زي ليله القبض على هشام عشماوي، اتقال بعدها مليون تهديد من الجماعات الارهابيه وميليشيات الاخوان في كل حته ولم يحدث اي شيء، لان الدوله المصريه قبضتها الامنيه الان اقوى بكثير من سنين الفوضى والارتباك من بعد 25 يناير. نمره اتنين، وقت برضو وفاه مرسي ناس قالت الاخوان هيعملوا وهيهدوا، خلاص انت ما بقتش في مرحله الدوله الضعيفه، انت في مرحله الدوله القويه اللي واقفه على رجليها. لكن زي ما قال سيادة اللواء حسام سويلم دلوقتي، انا مش خايف من الارهابيين، انا خايف من الافكار الارهابيه اللي لسه عماله بتتجدد وتتولد ما بيننا
دون أن نواجه المواجهة الصح أو كما ينبغي. وأعتقد أن فقرة النهاردة بتاعت المواطنة هنلاقي أنه كلامنا هيروح للنقطة دي كتير جدا. فبالتالي ألف مبروك لمصر جدا أنها خدت بطارها وطار ولادها، وتم إعدام هشام عشماوي لأنه كان يستحق بدل إعدام واحد أن يكونوا 14 إعدام على قدر ما ارتكبوا من جرائم في حق هذا الوطن وحق هذا المجتمع وحق الدين نفسه. تمام، نروح لموضوع الساعة. فيروس كورونا أصبح وباء عالمي. أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وده وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام. قررت ألمانيا منع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا. سجلت ألمانيا النهاردة الأربع ارتفاع في حالات الإصابة بالكورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها. في وقت سابق عرضت قناة روسيا اليوم فيديو للمتاجر في برلين برفوف شبه فارغة بعدما أكدت العاصمة الألمانية أول حالة إصابة بالفيروس القاتل. كانت السلطات الألمانية أعلنت ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ل 188 شخص، ده بحسب ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل ليها. في وقت سابق كشفت وزارة الصحة الألمانية أنه تم تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس المستجد في العاصمة برلين، فضلا عن حالة أخرى تم تسجيلها الأحد، مؤكدا أن هناك الآن ثلاث حالات مؤكدة في برلين. أستاذ سوقي، هل بتشوف أن المواطن المصري بيشعر بنفس الهلع اللي بيشعر به المواطنين بره، لدرجة أن بعض المتاجر بتغلق تماما لوجود حالة واحدة؟ طيب، في ألمانيا وإيطاليا والصين وأمريكا والدول التي انتشر وإيران والدول التي انتشر فيها فيروس كورونا من حق الناس تخاف. لكن احنا بنتكلم هنا عن بلد منظمة الصحة العالمية، مش أنا ومش جروبات الماميز ولا وزارة الصحة بتاعتنا ولا حد، منظمة الصحة العالمية اللي بتتابع انتشار هذا المرض وهذا الفيروس في كل حتة في العالم، قالت انه مصر عندها حالتين، والحالتين دول لمواطنين اجانب مش مواطنين مصريين. ولا هو احنا برضو على طريقة اتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون بعض، اللي هو بعض الناس عندنا ايه لما يتقال شهادة دولية في جورنان او منظمة دولية لصالح مصر ما نصدقهاش، لكن لو نفس المنظمة دي طلعت بكرة وقالت ان مصر ما فيش فيها صحة خالص هنصدقها ونقعد نقول الحقونا. احنا قدام منظمة الصحة العالمية بتقول ان مصر فيها حالتين بس، قدام تقارير المنظمة الصحة العالمية بتقول انه مصر واحدة من اقوى الدول اللي عندها حجر صحي قوي وليه منهج، قدام منظمة الصحة العالمية بتقول ان مصر بتاخد اجراءات صحيحة. ما بقولكش الحكومة هوت ولا بقولك انا ولا بقولك اي حد تاني، بقولك الكيان المشرف والذي يتابع ما يحدث للعالم بسبب هذا الفيروس. هل الناس ما تخافش؟ لا، في فرق ما بين الخوف والهلع وما بين الاحتياط الواجب، على طريقة فيلم الفيل الأزرق كده اللي هو لا تخافوا ولكن احذروا، لأنه المقصود طول الوقت إنك تخاف، لأن الخوف والذعر ليهم تجارة، وتجارة بتكسب ملايين كتير جدا. وزعادل فاكر زمان لما كنا بنقول في أثرياء حرب؟ لا، دلوقتي يبقى ممكن يبقى في أثرياء كورونا بالدليل العملي. موقع زي أمازون واحد من أكتر مواقع التسويق الالكتروني في العالم اللي بيتاجر في ملايين ومليارات من الدولارات، امبارح خد قرار او اول امبارح خد قرار ان هو يوقف تداول مليون سلعة بتتباع عليه. مليون سلعة فيهم منتجات دوائية، وصفات طبية، فيهم مطهرات، فيهم كمامات. ليه وقفهم؟ لتلات اسباب. السبب الاول ان بعض منهم اشياء مضروبة، التجارة الناس خايفة، فلما نقول لهم والله انه الدكتور فلان فلاني بيقول ان الدواء ده ممكن يخفف من حدة كورونا، الناس تنزل تشتريه باضعاف الثمن. نمرة اتنين، بعض الناس كانت بتكتب وصفات طبية، طب الاعشاب بقى والطب البديل وكل الهبل اللي احنا كنا عايشينه ده، فبيتدفع عليه الاسعار وبيتباع باضعافه. نمرة تلاتة، الناس بتبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات اصلا باضعاف اضعاف ثمنها. فبالتالي في ناس من مصلحتها انك تخاف علشان تكسب فلوس كتير قوي، وفي ناس من مصلحتها انك تخاف لان الناس دي عارفة كويس جدا ان الوطن الخائف اضعف بكتير جدا من وطن بقى جعان مرتبك اي حاجة. الخوف يضعف المجتمعات اكتر من الجوع كمان، يعني لو انت مجتمع جعان هتبقى قوي وقادر تقاوم اكتر ما تكون مجتمع خائف.
فبالتالي ارجوكم يا جماعه، ارجوكم، من حقنا نخاف على اولادنا، ومن حقنا ناخد احتياطاتنا، ومن حقنا يبقى عندنا ثقافه ووعي للوقايه. لكن احنا بنخاف بس. لو تلاحظ المصريين طول الوقت حولوا الموضوع لنكت، تمام دي عادتنا مش هنشتريها، لكن طول الوقت احنا بنخاف. لكن لما تيجي على ارض الواقع، الناس اللي خايفه وبتقعد تشتكي على السوشيال ميديا، تعال بص على ممارساتها بقى العاديه في الحياه، عادي جدا منزلوا قاعدين على القهوه وبيشربوا مكان بعض وبيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض، ما حدش فيهم بياخد اي نوع من انواع الحذر، لكن هو عاوز يصدر لك خوف. والا تفسر بايه هذا الاصرار الاخواني وهذا الاصرار من ناس غريبه جدا على السوشيال ميديا ان مصر مليانه كورونا؟ هم عاوزيننا ما نصدقش منظمه الصحه العالميه، ونصدق مدام باكينام مامت سوزي اللي معايا اولادي في المدرسه، وابن خالتها اللي يعرف ممرض في مش عارف مين، وعماد اللي مأكد لهم ان اكيد فيروس كورونا بيتمشى على شواطئ اسكندريه وقاعد بيحضر الحصص مع الولاد. هم عاوزيننا نصدق كده. هل ده مجانا؟ لا مش مجانا، عشان تخاف. والمجتمع الخايف اضعف بكتير من يعني كده تنفخ فيه يتدمر. صحيح. في نفس السياق، مصر بتقرر حظر دخول المواطنين القطريين لمواجهة فيروس كورونا. قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حظر دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وعلى نطاق آخر، هناك ترند عالمي عن إصابة أمير قطر بكورونا وحالة من الهلع في القصر، وتعد نفس الأعراض التي يشعر بها نفس أعراض كورونا. كان في تصريحات كتير إن قطر لا تعلن عن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا من مواطنيها. هل القرار المصري بحظر دخولهم ممكن إن يكون عامل ضغط عشان قطر تكشف حقيقة الأرقام، ولا قطر هتتطاول على مصر وتنكر إن الأمر لا يستدعي حظر مواطنيها من دخول مصر؟ ربنا يحمي كل الناس طبعا في المقام الأول يعني، بس هي العين بالعين والسن بالسن. النظام القطري، وده اللي أهالينا لازم تفهمه، اللي الناس على جروبات الواتساب والفيسبوك لازم تفهمه، انتوا ليه بتساهموا في خدمة قطر؟ قطر بتعمل كل شيء دلوقتي عشان تثبت ان مصر منطقة موبوءة، فتمنع رحلات طيران، تمنع استقبال مصريين. طب حبيبي، هو انا عندي الوباء؟ انا ما عنديش مواطن مصري مثبت عالميا او دوليا عنده كورونا. طب انت استقبلت بتوع الصين اللي جايين في البطوله، في بطوله رياضيه، ومنعت تستقبل مصريين، ايهما اولى انه يتمنع؟ فبالتالي ده قرار سياسي قطري، وبالتالي قرار مجلس الوزراء النهارده قرار اكثر من حكيم، لانه العين بالعين والسن بالسن. نمرة 2، نمرة 3، ما تكلمنيش عن شفافية. ما حدش يتكلم في الدوحة تحديدا عن شفافية. أنت بلد تحكمك قناة فضائية اسمها الجزيرة لا تتكلم عن شأنك الداخلي أصلا، يعني قناة أنت تمتلكها وباسمك ما بتتكلمش عن الشأن الداخلي القطري. الناس في قطر بقى تتموت وتتدبح وتتعذب ومسجونين، والعمال بيتسجنوا، وبعدين الجزيرة بتناقش اضطهاد العمال والعنصرية في مصر والجزائر وتونس وسوريا، لكن ما يتكلموش خالص خالص عن اللي بيحصل جوه قطر. فبالتالي انا مش منتظر اي شفافية من النظام القطري انه يقول عندهم كورونا ما عندهمش كورونا. هو الامير قطر نفسه عنده كورونا بس من نوع اخر، عنده كورونا اللي هي الفيروس الارتكارية من مصر، كورونا عداوة مصر طول الوقت، هو استهداف مصر بغرض نشر الخوف. فهم صعبان عليهم قوي انه مصر ما عندهاش مشاكل مع كورونا الحمد لله حتى هذه اللحظة. فازاي ما نزقش اسم مصر في جملة مفيدة؟ ازاي ما نشوش زورة مصر؟ ما احنا عارفين لو قلنا ان مصر فيها كورونا ما فيش سياحة، عارفين لو مصر قلنا فيها كورونا الناس هيجي لها حالة هلع وزعر وخوف، فيحصل ازمة اقتصادية. فبلاش يا جماعة نشجعهم او نساعدهم او نعاونهم على ان هم يخنقوا بلدنا لحاجات يعني الاسباب أنتم تعلمونها جيدا، فلا تكونوا شركاء في مساعدة القطريين والنظام القطري في أنه يظهر صورة مصر بأن هي بلد مبوءة بكورونا، لأنه ده مش حقيقي طبقا للإحصائيات الدولية. أما أمير قطر والاشتباه في كورونا، فزي ما قلت لحضرتك هو لو ما عندوش فيروس كورونا المستجد، هو عنده كورونا فيروس من نوع آخر اسمه فيروس العداء لمصر. تمام. وزارة التربية والتعليم إخلاء المدارس يهدف إلى تدريب الطلاب
على الكوارث وليس كورونا. أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 7 مارس الجاري ل 19 مارس الجاري تأتي بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وقالت الوزارة أن الأمر لا يتعلق بشائعات فيروس كورونا المستجد، وأن الدراسة مستمرة ولا توجد أي نية لتأجيلها. وزارة الهجرة: من يرغب في العودة لعمله بالكويت إجراء PCR وتقديمه للسفارة الكويتية. أوضحت وزيرة الهجرة معالي السفيرة نبيلة مكرم أن متواجدون بإجازات في مصر حاليا من المصريين العاملين بالكويت والذين يحملون بطاقات الإقامة بها بإجراء فحص PCR وهو تحليل دم دقيق يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض وتقديمها للسفارة الكويتية في مصر حتى يتمكن من السفر والعودة إلى عمله بالكويت. مصر تعمل بشتى الطرق على خدمة مواطنيها، بالتالي الكلام ده واضح. يعني هي في أزمة كورونا الدولة المصرية بتدير هذه الأزمة بمنهج محترم جدا جدا جدا. مفيش بيان بيطلع إلا وفي بيان توضيحي بيطلع من الوزارة أو بيطلع من مجلس الوزراء أو بيطلع من وزارة الصحة. فبالتالي الحقيقة الدولة المصرية 10/10 حتى هذه اللحظة فيما يخص إدارة هذا الملف، لدرجة أنه مجلس الوزراء النهاردة نفى شائعة ممكن تشوفها إيجابية لما انتشرت شائعة تقول أنه مصر عندها لقاح وراح تساعد بالصين، مجلس الوزراء نفاه. فبالتالي هو ده اللي يهمني، أن المعلومة الصحيحة فقط هي اللي تبقى موجودة على السطح، مش الكلام اللي منتشر واحنا عايشين فيه، ولا الكلام بتاع الخزعبلات. لانه زي ما قلت لحضرتك يا عادل، برضو في ناس يا جماعه بتستغل حاله الرعب اللي احنا فيها، وتلاقي بقى فلان يقول لك ايه، خد دواء كذا، خد تحبيشه من عند العطار بكذا، خد مش عارف ايه من عند العطار بكذا. هو بيتاجر عشان يكسب. زي برضو هتلاقي بعض الشيوخ التانيين اللي طالعين زي ياسر برهامي وزي الشيخ المعصري. الموضوع ده الحقيقه هو موضوع متعب. في كورونا وفي وباء وفي فيروس والعالم كله في المعامل عشان يطلع لقاح ويعرف ايه سر الفيروس ده. الناس كلها راح للعلم، فيطلع واحد زي ياسر برهامي يا جماعه اقول لكم اصل عقاب الهي. ايوه ماشي، ما هو عندنا في دول المسلمين ده يعني ده الحرم اتقفل علشان ما فيش عمره. طب عقاب الهي لمين بالظبط؟ فهذا المنطق في التفكير هو اللي بيشدنا ورا مئات السنين. فيطلع واحد تاني عاوز يركب الترند اسمه الشيخ المعصراوي يقول لك انه عشان الصين عملت ايه في مسلمي الايجور فربنا عزل الصين بفيروس كورونا. المفاجأة بقى انه نفس الراجل ده الشيخ المعصراوي ده هو اللي كان عنده تغريدة من سنتين بيتكلم فيها على انه ما تتعاملوش مع قدر ربنا وفق منطق الحب والكراهية. يعني ما يكون واحد حبيبك عنده مرض ما تقولش ده ابتلاء، واصبر ده ربنا بيحبك. ولما يكون واحد عدوك عنده نفس المرض تقول ده ربنا بيعاقبه. قدر ربنا وتصرفاته بعيد عن الاهواء خالص. وهنا الدين برضو ملوش علاقة، هنا تروح هناك على المعامل. الدين حتى بيقول خده بالاسباب، تروح بقى على المعمل تشتغل مع الدكاتره، تشتغل مع الباحثين عشان تعرف سر هذا الفيروس وازاي تتعامل معاه. لكن بقى الكلام بتاع التواكل، الكلام بتاع السنين المئات السنين اللي ورا ده هو اللي ياخدنا نروح لورا، واحنا مش عاوزين الحقيقه. تمام، نروح نشوف وزراء الخارجيه العرب بيرفضوا المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. اكد وزراء الخارجيه العرب رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهم، والتشديد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد. الكلام ده كان خلال عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته العادية 153 اليوم برئاسة سلطنة عمان، واللي تسلمت رئاسة الدورة من العراق. شدد الوزراء على رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد.
هو معالي السفير ناجي الغطريفي موجود معانا على التليفون. طيب معالي السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا اخي. سيادتك هل تعتقد ان الدول العربية ممكن ان هي تشكل ورقة ضغط لملف اثيوبيا؟ يعني الحقيقة لا اعتقد هذا يعني العملية عملية بين وبين الطرفين او ثلاث اطراف السودان واثيوبيا ومصر مش متفقين اصلا على ايجاد مخرج من الخلافات التي اثبتتها او كشفت عنها المشاورات اللي جرت في الفتره اللي فاتت. وواضح جدا برضو ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه لها دور وبشكل صريح يعني وواضح. نرجو ان يكون هذا الدور في صالح القضيه المصريه والاوضاع والامن المائي لمصر. انما يعني الجامعه العربيه ما اعتقدش انها يعني هيبقى لها دور كبير في التأثير. طيب على ببساطه أو... شديده معالي السفير امريكا ناويه على ايه؟ والله امريكا طبعا لها فيها اوضاع في المنطقه هي غير مستريحه لها وغير مواتيه لاهدافها في المنطقه. وبالتالي يعني قضيه زي قضيه المياه ممكن انها تكون يعني احد المجالات التي تدخل فيها السياسه الامريكيه ووجهه النظر الامريكيه. وده شيء مش 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 جديد يعني وكان واضح جدا منذ فترات منذ اسابيع الماضيه ان الولايات المتحده لا لها مجد لها موقف وجايز ما تكشفش عنه بوضوح وجايز عايزه تخليها كارت تلعب بيه وقت وده اللي هتكشف عنه الايام القادمه يعني. بالظبط كده. شكرا ليك معالي السفير ناجي الغطريفي خبير الشؤون الدوليه. شكرا ليك يا فندم. استاذ سوقي سيادتك حابب خلينا بسرعه برضو نقول نقطتين. انا طول الوقت بقول لك انه لعبه المفاوضات بتاخد وقت طويل جدا وكل واحد عنده ورقه بيلعب فيها. انا بس عاوز ابدا من الاخر. عاوز ابدا النهارده من تصريحات المصريه اللي قالت بشكل واضح وشكل صريح جدا ردا على التصريحات الاثيوبيه وانسحابهم من الاجتماع الاخير في واشنطن وان هم قالوا انه هيبداوا يملوا السد في يوليو. مصر رد بشكل واضح وصريح جدا انه ما فيش اي عمليه ملء هذا السد الا بموافقه مصريه. وده برضو مش شغل عنطزه ولا شغل كتف ولا شغل فتحة صدر. ده وفقا للقانون مصر قررت انها تحتكم للقانون الدولي والمفاوضات الرسمية برعاية دولية كدولة كبيرة ومحترمة. فبالتالي القانون بيدلنا الحق وفقا لاتفاقية المبادئ اللي وقعت سنة 2015 ما بين مصر والسودان واثيوبيا. القانون بيدلنا الحق وفقا للبند الخامس انه ما يحصلش اي بدء ملء للسد الا بموافقة مصر والسودان ومصر مش موافقة. تمام. موضوع بمنتهى البساطة كده. طيب. لكن انا مطمن. انا مطمن. طول ما الدولة المصرية واقفة على رجليها أنا مطمئن. تمام. طيب نشوف الخبر اللي بعد كده. اجتماع وزاري رباعي عربي بالقاهرة لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران. تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية من مصر والإمارات والسعودية والبحرين بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد محسن أبو النور الخبير بالشؤون الإيرانية. أستاذ محمد أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. الملف الإيراني الحقيقة من أبرز الملفات اللي بتطرح على طاولة المباحثات العربية. ممكن سيادتك تفسر لنا حيثية التوقيت لانعقاد الاجتماع العربي الرباعي في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة؟ طبعا مساء الخير على سيادتك وعلى السادة المشاهدين المحترمين. طبعا هذا الملف يعني يحتل أهمية كبيرة جدا لدى الرباعي العربي بالتحديد ولدى الدول العربية بالكامل
ورأينا ذلك من خلال تصريحات أمين عام الجماعة العربية أحمد أبو الغيط في الأيام الماضية لأسباب متعددة. السبب الأول هو أن إيران هي تقريبا التي تؤلب اللاعب القطري على أشقائه في محيطيه الخليجي والعربي، لذلك إيران إذا خرجت من الملف القطري أعتقد أن أغلب المشاكل سوف تحل، وهذا ما يدركه تماما وزراء الخارجية للدول الأربعة. الأمر الثاني هو المهم أن إيران تمارس سلوكا مزعزعا للاستقرار للغاية على مستويات عالية في داخل هذه الدول. رأينا مثلا مؤخرا أن المملكة العربية السعودية يعني حكمت بالمحاكم السعودية، طبعا حكمت بالإعدام على بعض المدانين في قضية تجسس لصالح إيران، والإمارات نفس الكلام، والبحرين نفس الكلام، وطبعا مصر لديها تاريخ طويل وحافل مع التجسس الإيراني. إذن وطبعا دعم الحركة الثوري للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء وفي شمال مصر. لذلك أعتقد أن هذا الملف يحتل أولوية كبيرة جدا بحكم أن هذه الدول الأربعة قاطعت قطر أصلا لسبب جوهري، وهو الدعم القطري أو التعاطي القطري والعلاقات القطرية مع إيران. شكرا ليك أستاذ محمد محسن أبو النور الخبير بالشؤون الإيرانية. نروح للخبر اللي بعديه. مصر تاني أسرع نمو في عدد الأثرياء، انضم أكثر من 31 ألف شخص لصفوف الأثرياء في العام الماضي، حيث استفادت ثروات الأثرياء بالفعل من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار العقارات وفقا لصحيفة الجارديان البريطاني. من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء في الهند بنسبة 73% على مدى السنوات الخمس المقبلة من 6000 في عام 2019. يتوقع نايت فرانك أن تكون مصر، حيث يوجد 764 ثريا ثاني أسرع نمو وزيادة بنسبة 66% بحلول سنة 2024، تليها فيتنام والصين وأندونيسيا. من المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الثروات العالية بنسبة 27% أخرى إلى 65,650 ألف بحلول عام 2024 وفقا للتقديرات، حيث يتم صنع ثروات ضخمة في الهند ومصر وفيتنام والصين وأندونيسيا. خبر زي ده الواحد مش بيفرح. النمو الاقتصادي في تزايد درجة تصنيف مصر تاني أسرع دولة في عدد الأثرياء، ولا بنزعل وإحنا شايفين الفجوة بتوسع بين الناس الأكثر ثراء والأكثر فقرا؟ عاوز الحقيقة هو يفرح في حاجة واحدة، إن لو أنت ندخل القايمة دي، يعني مثلا هم 764 دلوقتي، يبقى انت 765 وانا 766، وقتها نفرح جدا. بص طبعا ده ملوش اي علاقه بـ بالوضع الاقتصادي المصري، لانه زي ما انت قلت في زي ما حضرتك قلت في النص الثاني من السؤال، هي اللي يهمنا هو معدل النمو الاقتصادي في الوطن ككل وعداله توزيع الثروه على الناس. ما يهمنيش بقى انا عندي كام مليونير وكام ملياردير، إلا إذا كان عندي كام مليونير وكام ملياردير مؤمنين تماما بدورهم المجتمعي، وقتها أفرح. دي قصة تانية بقى، إن أنا ألاقي كل رجل أعمال في مصر أو كل صاحب ملايين في مصر قادر إن هو يقوم بدور المجتمعي، يبقى عنده جمعيات خيرية، قادر يبني جامعات، يبني مستشفيات، يبني مدارس، وقتها ربنا يزيد ويبارك. لكن الأمر بالنسبة لي أو بالنسبة لنا إحنا كمواطنين عاديين طبيعيين مش موجودين في القائمة دي، بالنسبة لنا إن إحنا نبص أكتر على معدل النمو للدولة المصرية، نبص أكتر على الحالة الاقتصادية، حالة الأسعار اللي موجودة، عن مدى استفادة المواطن العادي من معدلات النمو الاقتصادي اللي بتحصل. تمام، نروح نشوف انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة بمصر. انطلقت النهاردة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة اللي بيعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة، وسط حضور عالمي كبير وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة. قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إن المنتدى بيعقد للمرة الأولى خارج الهند، وده بناء على رغبة الدكتورة هاربن أرورا اللي تقدمت بها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمها في فعاليات منتدى شباب العالم.
ها هو الحلم يتحقق الآن على أرض مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، تأكيدا على أن المرأة المصرية بتعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع. خلينا نخرج نشوف تقرير القناة ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بينطلق النهاردة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، وده لأول مرة في القاهرة بحضور شخصيات عامة عالمية ومصرية وعدد كبير من الوزيرات المصريات والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم. الدولة المصرية لديها رؤية طويلة المدى خاصة بالتنمية المستدامة، ورؤية أيضا طويلة المدى خاصة باستراتيجية المرأة، وفيها محددات وفيها مؤشرات قضاء احنا بنتبعها بصفة مستمرة. الحمد لله في مجالات كثيرة جدا المرأة تخطط فيها المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية بتاعتها. والمنتدى بيناقش موضوعات بتهم المرأة في جلسات تحت عنوان دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا، وجلسة تانية بعنوان أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وجلسة تانية لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة. هذا المؤتمر لأول مرة كما ذكرت هربين تستضيفه دولة في العالم، لأنه كان ينعقد دائما في الهند. أول مرة يخرج من قلب الهند، من قلب الحضارة الهندية إلى الحضارة المصرية، وبنحتفل به هذا العام في شهر احتفالات المرأة. أنا شاركت في المعرض هنا من خلال المجلس القومي للمرأة. هم عندهم سيدات كتيرة متخصصين في الحرف اليدوية، وكل معرض بيختاروا حد مختلف، والحمد لله كان يعني ليا حظ كويس ان انا اشتركت معاهم المره دي. والمعرض فيه جنسيات مختلفه، وفي ناس كتيره بتتعرف على الفن المصري وعلى الفنون المختلفه الموجوده في مصر. وبيحرص المجلس القومي للمراه برئاسه الدكتوره مايا مرسي على اقامه هذا المنتدى اللي اسسته سيده الاعمال الهنديه ورائده الاعمال العالميه الدكتوره هربين ارورا. وبيتعرض كمان خلال المنتدى قصص نجاح للمراه المصريه والاقليميه وكمان العالميه، وده بياكد ان مصر لها دور ريادي كبير في دعمها لقضايا المراه وتمكين السيدات. اندرو مرجان، ميسات، مساء الخير. شفنا مع بعض التقرير، واستاذ سوقي انا منحاز للمراه المصريه طبعا، اوكي، وشايف انه المراه المصريه طول الوقت هي العمود بتاع البلد دي من زمان لحد دلوقتي. ده حقيقي جدا، ومبسوط كمان انه هنا في البرنامج امبارح الاستاذه شهيره وفريق برنامج طرحوا مبادره عظيمه جدا، حتى اسمها عجبني. انا عارف ان هو ممكن يبان فيمينست شويه، احنا زمان كنا نقول ست ب 100 راجل، المبادره اسمها انت ست ب 100 ست. واعتقد ان الست المصريه او المراه المصريه بكل ما تقدمه من نماذج نجاح وكل ما تقدمه من تضحيات تستحق فعلا ان احنا نبطل خلاص. واللي شافته المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي صحيح ما شافتوش في اي عهد تاني. لا احد يستطيع ان ينكر هذا الامر على الاطلاق، لا حتى على مستوى اللغة او الكلام اللي بيتقال، ولا على مستوى اللي بيحصل يعني ما شفناش التمكين الحقيقي للمرأة المصرية. حتى امرأة محافظ غير في عهد الرئيس السيسي. ما زمان عارف انت، اولا انا فخور جدا بالمبادره اللي مطروحه في البرنامج وتحيه للاستاذه شهيره امبارح، لانه انا واثق انه هيجي قصص ونماذج لسيدات مصريات عظيمات. الحقيقه قصه كل واحده فيه ممكن تحرك الصخر وممكن تخلي ناس كتير جدا حياتهم تتغير. الاحصائيات عندنا بتقول ان في اكتر من 33% او اكتر من 36% من الاسر المصريه بتصرف عليها ست مصريه. اه طبعا، فهي اللي بتربي وهي اللي بتصرف وهي اللي بتعلم، فبالتالي احنا حياتنا كلها مرتبطه هي فن نص المجتمع بالظبط كده. فيما يخص بقى المراه تحديدا وموضوع التمكين في الفتره اللي احنا فيها بتاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده ما حدش يقدر ينكره خالص. انا بس بدعو حضراتكم فعلا انكم تشاركوا على هذا الهاشتاج وتشاركوا في هذه المبادره، لانه اقل واجب تقدر تقدمه للست المصريه، وكمان اقل حاجه نقدر نقدمها لنفسنا، لان احنا طول الوقت محتاجين نماذج ملهمه ونماذج من الامل في حياتنا. احنا طول الوقت اكبر جريمه بنرتكبها على السوشيال ميديا ان احنا بنشير الحاجات الوحشه. تخيلوا لو شيرنا الحاجات الحلوه،
طبعا قصص النجاح والنماذج الملهمه. وتخيل بقى لما تكون من عنده واحده ست تغير حياه ناس كتير، هتفرق كتير جدا. على الاقل ممكن واحد يبقى قاعد على القهوه متواكل يعني على نفسه كده يتكسف شويه على دمه لما يشوف ان في ست قادره ان هي تكون ب 100 راجل و 100 ست في نفس الوقت. صحيح. بشكرك على تحليل سيادتك للاخبار. بعد الفاصل هيكون معانا سياده النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن والاسره بمجلس النواب. اعزائي المشاهدين فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم من جديد. قضية المواطنة من أهم القضايا الحالية اللي بتهم المواطن المصري، وكانت من أولى الملفات اللي اهتم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستشعاره خطورة هذا الملف على أمن الوطن، وكمان لإيمانه بأن مصر لجميع أبنائها مش بس لشريحة معينة. وده خلى سيادة الرئيس ما يتركش مناسبة إلا ويتكلم فيها عن حقوق المواطنة ويأكد على ضرورة تجديد الخطاب الديني. يشرفنا أن يكون معنا اليوم سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. وجدد ترحيبي بالكاتب الصحفي أستاذ محمد دسوقي رشدي. أستاذ السوقي أهلا بسيادتك مرة تانية. أهلا وسهلا. خليني أبدأ بالأستاذ محمد. الدولة بالفعل أستاذ محمد في طريق ترسيخ فكرة المواطنة، إيه الخطوات اللي بدأتها وهل الخطوات دي كفاية، وإيه اللي مفروض يكون أو هل في خطوات أو أمور تانية لازم الدولة تراعيها؟ يعني خلينا نقول انه التجربة اللي بلدنا مرت بيها من وقت ثورة 25 يناير مرورا بثورة 30 يونيو الى الان بينت للشعب المصري انه اهم دعامة بتحمي بلدنا وبتحافظ عليها هو فكرة انه شعبها على قلب رجل واحد في مواجهة الخطر، وانه لما كان في جماعة ارهابية بتحكم البلد كانت بتمارس إرهابها ضد الشعب كله، وبعد فضل ربنا لو ما كانش الشعب وقف لها بكامل قوته يعني إنجاز التعبير على قلب رجل واحد يمكن لقدر الله كان بقى مصير بلدنا زي دول ربنا يعافينا يعني كتير من الدول المنطقة اللي قدامنا كتير يعني الفرقة ما بين شعبها أدت إنها اتفككت يعني. وبالتالي من وجهة نظر يعني من أهم الإيجابيات اللي جت من تجربة السنين اللي فاتت هو إن ده بقى إدراك شعبي، يعني لما حضرتك بتتكلم مع المواطنين بقى المواطن عنده إدراك إنه وحدة الشعب المصري وإنه يكون الشعب متحد لمواجهة التحديات والمخاطر وما شابه هي الدعامة الأساسية اللي ممكن تواجه أي خطر. وزي ما حضرتك أشرت وتفضلت إنه السيد رئيس الجمهورية في أكتر من مناسبة وبعد أحداث كبيرة إحنا مرنا بيها خلال السنوات اللي فاتت من أول ما سيادته تولى المسؤولية كان سيادته طول الوقت وهو بيكلم الشعب المصري يقول أنا مش خايف من أي خطر مهما كان طول ما أنتوا كده، ويشاور سيادته بإيديه على فكرة إن الناس تكون على قلب رجل واحد. ومعلوم يعني باليقين يعني إنه الشعب بيبقى على قلب رجل واحد وبيبقى متحد لما يكون متحقق قيم المواطنة ومعاني المواطنة، بمعنى إن كل مواطن يستشعر أن له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات اللي جاره ولا اللي زميله بيمارسها ويؤديها أو بيستفيد منها كحقوق ويؤديها كواجبات. وعشان كده لو حضرتك تتأمل في دستور 2014 كان الكلام عن المواطنة واضح ومباشر انه المواطنين في الدولة سواسية ما لا يجوز ان يكون في تمييز ما بين المواطنين لأي سبب من الأسباب سواء ديني او عرقي او غيره،
وانه المواطنين او ان التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وان الدولة مطالبة ان هي تضع قانون لتجريم التمييز وانها تنشئ مفوضية لمكافحة التمييز. وانا متهيألي ان دستور 2014 لما يعني رسخ المعاني دي واتكلم عنها بشكل واضح مقارنة بالدساتير السابقة، يعني كان ايمانا من لجنة الخمسين بداية اللي وضعت الدستور انه المواطنة هي دعامة اساسية للامن القومي المصري، بالمنطق اللي احنا قلناه في بداية كلامنا انها بيتبني عليها وحدة الشعب، وبالتالي هذه الوحدة هي اللي بتواجه اي تحديات ومخاطر ممكن تواجهها الدولة المصرية. احنا شفنا ان الدول اللي يعني الاحداث اللي مرت من 2011 يعني لم تتحملها وتفككت، كان السبب الاساسي انه شعبها مش على قلب رجل واحد، او ان في فرقة ما بين شعبها، وبالتالي كانت يعني ارض خصبة لانه يزرع فيها الفتن اللي تؤدي الى حروب اهلية وتقاتل ما بين ابناء شعبها. الحمد لله احنا مصر ما كانتش كده وعمرها ما هتكون كده، لانه احنا طول عمرنا شعب واحد. الافكار الجماعات الارهابية حاولت تزرعها في مجتمعنا لانها مش غريبة على مجتمعنا ولا تتفق مع فشلت. الاصل الجوهر المصري، فعشان كده فشلت وما بقاش ليها التأثير اللي كان اعدائنا بيرجوه، انه لما هم يعملوا احداث طائفية وما شابه ده ممكن يعني يشعل صراع ما بين ابناء الشعب المصري. لكن الحمد لله احنا شفنا في عز مكانة الجماعة الارهابية بتمارس ارهابها ضد الشعب المصري، لما كانت بتعتدي على الكنائس، لما كانت يعني بتعتدي على المواطنين وعلى الشعب، كان قداسة البابا في رسالة واضحة جدا انه الوطن هو الاساس وانه حماية الوطن هي الاساس. وما حصلش اللي كان الارهابيين وجماعات الارهاب بتتمناه، انه لما يحصل كده يحصل رد فعل يؤدي الى ربنا عافينا يعني الى تفكيك بلد. عشان كده بقول يعني انه قيمة المواطنة واهميتها واضحة وضوح الشمس كدعامة اساسية يبني عليها وحدة الشعب المصري في تجربتنا اللي مرنا بيها خلال السنوات اللي فاتت من اول 2011. وبالتجربة العملية بقينا عارفين كلنا كشعب مصر يعني انه اللي حمانا بعد ارادة ربنا ورحمته اننا كنا على قلب رجل واحد، كان ظهرنا في ظهر بعض، ما قبلناش ان يحصل ما بيننا لا خطاب كراهية ولا خطاب فرقة ولا اي شكل من الاشكال اللي تؤدي انه يحصل فرقة ما بيننا كشعب مصر يعني. واول شيء اتعمل كان الدستور اللي رسخ المعاني دي، ثم من اول ما الرئيس تولى المسؤولية وواضح جدا في توجهات سيادته الاستراتيجية هو دعم قيم المواطنة، الرئيس من اول ما تولى المسؤولية شفناه بيحضر صلاة العيد في عيد الميلاد المجيد، لما حصل ان بقى في عاصمة فريدة من نوعها الحقيقة. يعني ما كانش بتحصل قبل كده خالص. لما شفنا في بيان 3/7 لما كان بيتقال كان فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا يعني حضور وأهم الحضور يعني. خليني أقف مع سيادتك عند 3/7 وأروح للأستاذ دسوقي. أستاذ دسوقي، مفهوم المواطنة في رأي سيادتك يتحقق إزاي؟ بما اننا بنتكلم في اجواء فيروس كورونا وبتاع، في مصطلح كده عظيم يعني، انت عارف من ضمن الكلام عن كورونا انه دايما الانسان اللي مناعته اقوى هيبقى قادر ان هو يواجه اي مرض في الدنيا. في مصطلح عظيم كده اسمه المناعة المجتمعية، ان مجتمع تبقى مناعته قوية يعني مجتمع اقوى. واكتر شيء يعزز مناعة اي مجتمع في الدنيا هي فكرة المواطنة. والمواطنة بالمفهوم اللي زي ما الاستاذ محمد قال موجود في الدستور دلوقتي بيختلف خالص عن الافكار القديمه اللي الناس كل الوقت مشاع ما بينها، انه احنا بنحب بلدنا فبالتالي حب البلد هو المواطنه. لا، حب البلد ده وطنيه، لكن المواطنه هي انه كل مواطن في البلد دي، كل بني ادم عايش في البلد دي عارف ان ليه مجموعه من الحقوق وعليه مجموعه من الواجبات ومتوزعه بالعدل ما بين كل الناس. ده نمره واحد. نمره اتنين، انه كل مواطن في البلد دي
مهما كان بقى دينه عرقه، مهما كان طالما عاش في البلد دي وخد جنسية البلد دي، فاهم كويس جدا ان هو كمان عليه مجموعة من الحقوق والواجبات تجاه المواطن اللي جنبه، ايا كان برضه دينه او عرقه او ايا كان لونه، ايا كان اي شيء مختلف ما بينهم. فبالتالي طول الوقت على مدار سنين حياتنا الطويلة مصر عايشة وقوية لانه المجتمع ده زي ما بنقول الكلمة الشهيرة بتاعت هو نسيج واحد، هو ايد واحدة، وكل المحاولات اللي بتحصل عشان تضرب البلد دي ما كانتش مثلا لقدر الله الناس بتدور على انه انا عاوز احتلك، هو خلاص عارف انه ما قدرش يخش احتلك، او انه عاوز يكسر لك حاجة او يدمر لك حاجة، هو عاوز يدمر هذا المجتمع، عاوز يقسمك طول الوقت. فهتلاقي انه مراحل اللعب كانت معروفة، شوية اصل المد الشيعي والشيعة ومش عارف مين جايين، شوية اصل دول اهل ودول زمالك، شوية اصل دول صعيدة ودول فلاحين، شوية اصل دول مش عارف ايه ودول مش عارف ايه، شوية مسلمين ومسيحيين. فهتلاقي طول الوقت وطول الهدف الاسمى عند كل الناس دي فكرة التفرقة. حتى في خضم معركتنا مع الارهاب هو ما كانش بيجي يتكلم يكلمك عن الجيش ككل، يقول لك شوفوا ولاد الغلابة اللي بيموتوا، هو عاوز تقسيم بأي شكل من أي لون، شوفوا أصل الضابط بياخد كذا والمدني بياخد كذا، شوفوا أصل لو أنت موجود في جامعة إقليمية مش هتاخد زي الموجود في جامعة القاهرة. فهو عاوز ياخد مقص ويخش يقصقص في حتة القماش اللي هي اسمها المجتمع المصري، لأن زي ما الأستاذ محمد قال أو زي ما السيد النائب قال من شوية، إحنا فعلا عايشين بهذه القوة، لأنه السقوط اللي حصل في ليبيا أو السقوط اللي حصل في سوريا هو كان سقوط مجتمع قبل ما يبقى سقوط دولة. تمام سيادة النائب، أنا هرجع مع سيادتك لتلاتة سبعة زي ما وقفنا. إيه التحديات اللي بتواجه المصريين خلينا نقول من تلاتة سبعة لغاية دلوقتي في تحقيق الهدف اللي هو المواطن؟ يعني أنا متالي أنه المواطنين سمعوا كتير سيادة الرئيس لما بيتكلم عن أننا كنا بنواجه حرب وجود، وحرب وجود لأن كانت الدولة المصرية مستهدفة بكل مقوماتها ومكوناتها، ولما كان سيادة الرئيس بيتكلم عن إحنا بنعمل إيه الكام سنة اللي فاتوا من أول ما سيادته تولى المسؤولية، كان فكرة تثبيت أركان الدولة، لأن فعليا إحنا بلدنا كانت في خطر 3/7 أو 30 يونيو، يعني هي استرداد للدولة المصرية بعد ما الجماعة الإرهابية كانت يعني بتحاول تاخدها وتهدد، ده كان صراع يعني كل أركانها يعني إنجاز التعبير. فإحنا استردينا بلدنا، لكن مما لا شك فيه أن الأحداث اللي حصلت من أول 25 يناير لغاية ما ربنا أكرمنا واستردينا بلدنا، وما بعد كمان ثورة 30 يونيو وبيان 3/7 من أحداث وإرهاب وما شابه، بالتأكيد دي كلها أحداث كانت بتهدد كيان الدولة المصرية. طبيعي أن أنت لما بتكون في هذه المواجهة أو في هذه التحديات يعني بيبقى عندك ترتيبة أولويات، في أمور بتحتاج تتقدم على أمور عشان ترتيب الأولويات. فإحنا السنوات اللي فاتت كان تثبيت الدولة، إنه مؤسسات الدولة يعاد ترسيخها مرة أخرى، إنه خطر الإرهاب وجماعات الإرهاب اللي كان تقريبا بيحاول يضرب كل مصالح الدولة المصرية إن ده يتم السيطرة عليه، إنه احنا كان عندنا على سبيل المثال في البرلمان ونتيجة ان احنا بعد ثورتين وبعد دستور جديد كان تقريبا بيعاد البنية التشريعية للدولة المصرية بالكامل، كمية القوانين اللي تم اقرارها وتم تعديلها تقريبا بتغطي كافة مناحي الحياة، لان انت كأنك بتعيد صياغة النظام التشريعي حتى يتوافق مع دستور جديد ومع امال وطموحات المصريين اللي ظهرت في ثورة يناير واللي اتأكدت في ثورة 30 يونيو. يعني فأنا وجهة نظري أنه الظروف أو التحديات اللي احنا كنا بنقابلها يمكن خلت خطوات في بعض أمور كانت يعني واجبة أن ناخد فيها خطوات أوسع ما كانتش بنفس القوة المأمولة، على سبيل بقى المثال تطوير التعليم بالشكل اللي يحقق المعاني، لأن هي قيم المواطنة شيء بيترسخ من الصغر يعني، والمفروض انه مناهج التعليم وانه الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب الاعلامي يعني كافة هذه الخطابات تكون بترسخ
عند المواطنين قيم المواطنة ومفهومها وبترسخ عندهم ازاي انجاز التعبير يحموا مواطنتهم ويمارسوها. يعني في افكار الجماعات، احنا كنا لسه بنتكلم في اول كلامنا يعني على انه الجماعات المتطرفة والارهابية حاولت انها تبص في مجتمعنا مجموعة من الافكار الغير صحيحة سواء دينيا والافكار اللي بتحض على الكراهية وما شابه. يعني حضرتك اشرت في مقدمة كلام حضرتك الى فكرة تجديد الخطاب الديني، وسيادة الرئيس من اول ما تولى المسؤولية في قضايا سيادته بيكررها كتير تقريبا في كل خطاب في معظم المناسبات، اللي كان من ضمنها حضرتك اشرت اليه قيم المواطنة، ومن ضمنها كمان تطوير الخطاب الديني، ومصر الحقيقة عن الموضوع ده رغم انه يعني حضرتك عارف انه المساحة الدينية لها حساسيتها، وكان معظم الناس او معظم السياسيين يعني ما يحبوش انهم بما يعني يتماشى مع السواد يقربوا ليها، لكن سيادة الرئيس لانه لديه يعني العلم والمعرفة لتأثير الخطاب الديني السلبي. ما هو الخطاب الديني الغير صحيح اللي بينشر أفكار غير صحيحة هو اللي ادى مجال ان الجماعات دي تتواجد وتكتر وتنتشر. يعني في الآخر الجماعات دي بتستقطب الناس بأفكار دينية، واللي كان يقدر يعني يزحهم ويواجههم هو الأفكار الدينية الصحيحة. طب خليني أقف مع سيادتك عند الخطاب الديني وروح لأستاذ سوقي. أستاذ سوقي، الخطاب الديني سيادتك شايفه إزاي؟ طيب خليني بس أكمل كلمة قالها سيادة نائب مهمة جدا، فكرة دور الجماعات دي في إحداث الفرقة. وجود جماعات الإسلام السياسي عموما هو ضد كل مفاهيم فكرة المواطنة، لأنه جماعات الإسلام السياسي قايمة على فكرة تتعلق بالاصطفاء. طالما أنت بقيت إخوان فأنت ربنا لازم تفهم مزروع جواك أن أنت كده ربنا اصطفاك واختارك، فأنت بالتالي أهم من كل الناس دي، فأنت بالتالي لازم تنصحهم وانت فوقهم لحد ما يبقى موجودين معاك. فوجود الجماعات دي كفكرة هم ضد كل قيم المواطنة. أما فيما خص مسألة الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني، أعتقد أنه كان واحد من أشجع المبادرات اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من 5-6 سنين، لأنه زي ما قال سيادة النائب زي ما حضرتك قلت كان كل السياسيين بيخافوا يقربوا المنطقة دي، لكن كنت أتمنى أنه مع هذا الطرح أنه رد الفعل من بقى مؤسسات الدولة، من المفكرين، من النخبة المصرية يكون على قدر شجاعة الطرح وعلى قدر أهميته. لكن اللي حصل ان احنا ضيعنا فرصة تاريخية، اتمنى ما تكونش ضاعت، بس احنا ضيعنا فرصة تاريخية، ضيعنا 4-5-6 سنين من وقت اول طرح المبادرة ضاعوا كده في الهواء، ضاعوا ما بين كسل وتكاسل موجود عند مؤسسات الدينية الرسمية، وما بين مجموعة من الانتهازيين اللي جروا علشان يتلقفوا فكرة تجديد الخطاب الديني، فبقى كل واحد يعبت فيها، ثم مجموعة من الناس اللي مشغلين في الصحافة والاعلام برضو عاوز يقدم نفسه للسلطة انه بيجد خطاب الديني، فبيشتغل غلط. لانه انت بنتكلم في مسألة لها قدسية ولها حساسية، وبنتكلم في تاريخ طويل جدا، وبنتكلم في كتب، وبنتكلم في دراسات، وبنتكلم في علم. فبالتالي ما ينفعش تقول لي انا هدخل بصدر كده جدد خطاب الديني عشان اعمل برنامج واستضيف 2 يعملوا مناظرات. هل تتخيل ان في واحد خايف على تجديد الخطاب الديني والفكر الديني يبقى كل خياله ان هو جايب 2 يتخانقوا مع بعض؟ هل تتخيل ان انت ممكن تجدد الخطاب الديني بندوة؟ هل تتخيل انك ممكن تجدد الخطاب الديني بمعزل عن تجديد خطابك الثقافي والفكري والتعليمي؟ فبالتالي ما كانش في منهج. انا كنت اتمنى انه بعد هذه الدعوه الاقي ترابيزه كبيره جدا واكاديميه كبيره جدا بتحط الاول منهج كيف نتعامل مع هذا التراث ومع هذه الافكار. لكن بالعكس كنا بنشوف ناس بيقدموا نفسهم ابطال علشان برضو يعملوا تقسيم في قلب المجتمع. ما هو انت في النهايه ايا كان من سبقونا، حتى لو جينا مثلا على البخاري، فالبخاري بمفهوم وقته هو راجل كان باحث بيدور، اخطأ واصاب ومجتهد، اخطأ واصاب. فبالتالي ما تيجي تتعامل معاه وانت بتقدم نفسك للناس كباحث، تعامل معاه على الاقل باحترام شويه، مش بقى فكره عمله وهده. انت عاوز تكسب الناس ولا عاوز تخسرهم؟ فحتى فكره تجديد الخطاب الديني او قائمه على فكره المواطنه، لانه في اي دين في العالم، في اي دين في العالم ان شاء الله حتى لو ما كانش دين سماوي، هتلاقي كل الافكار المطروحه هي افكار تعزز قيم المواطنه، المساواه والعدل ما بين الناس، ان الناس تحترم بعض، الناس تحب بعض، الناس تخاف على بعض. لانه في النهايه المواطنه لما نرجعها بقى لاصلها او مرجعيتها بالنسبه لنا،
لازم تقلي ناس كده ان مرجعيتها دلوقتي المصلحه، ان مصلحه هذا الوطن وهذا المجتمع ان الناس تكون مع بعض، الناس تحترم بعض، الناس تتعامل مع بعض دون تمييز وعنصريه. لانه لو دخلت لعبه التمييز والعنصريه في اي مجتمع انت خلاص خسرت، وخسر شخص واحد بس. وشفنا زي ما قلنا صحيح. المشهد ده في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل حته في الدنيا. سيادتي نائما، وقفت مع سيادتك عند الخطاب الديني، تخيل سيادتك انك جوه المجلس ومطالب انك تقدم طرح يحل المساله دي، ممكن تعمل ايه؟ يعني انا في فهمي لتجديد الخطاب الديني هو امرين. الامر الاول تجديد الفهم فيما يجوز فيه تجديد الفهم. احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه مسائل وقضايا اسمها قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله، يعني مسائل وقضايا لا تتغير بتغير الزمان، زي الاخلاق الاساسيه، الصدق هيتن طول العمر لغايه يوم القيامه شيء يعني شيء حميد، الكذب هيتن شيء مذموم الى قيام الساعه، الامانه يعني الاخلاق مش هتتغير بتغير الزمان، العبادات الأساسية الصلاة والحج والصيام وما شابه يعني. فدي أحكام أو مسائل العقيدة، دي قضايا هي قضايا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. لكن عندنا بقى باب واسع جدا اللي هو يخص معاملات الناس، وده معظم الموضوعات اللي فيه موضوعات تقبل تجدد الفهم، لأنها يا إما ظنية الثبوت لو كان دليلها من السنة، وكان دليلها من السنة يعني في ظنية في ثبوته، يا إما ظنية الدلالة إن ممكن تكون آية في القرآن، لكن لأن القرآن باللغة العربية واللغة العربية حملت وجوه، فمن الممكن إن يكون الآية تحتمل أكتر من فهم. طبعا أنا قصدي على فهم المتخصص، عقول المتخصصين يعني. فالمسائل الظنية دي في فهمي حكمتها إن ربنا يعلم إنه حياة الناس ومعاملتهم بتتغير بتغير الزمان، فسبحانه وتعالى خلى النصوص اللي بتتكلم عن الأمور دي تقبل تجدد فهمها بما يتناغم مع العصر ومصالح العصر. ومفروض إنه الدين وصلاحيته لكل زمان وكل مكان مرتبط ارتباط وثيق بإن في كل زمان وفي كل مكان المتدينين بالدين ده يكونوا شايفين مصالحهم فيه، ما يلاقوش الدين بيقول حاجة غير مصالحهم. فأنا في فهمي إنه أول شيء في تجديد الخطاب الديني هو تجديد فهم هذه المسائل الظنية اللي تغيرت أمورها ومصالحها بتغير الزمان. الجزء الثاني إنه على مر التاريخ الإسلامي وفي سنوات يعني كثيرة كان بيدخل على الدين أمور ليست من الدين، يعني لما بيطلع الراجل الداعشي ده ويشرح فهمه هو اللي ملوش علاقة بالدين ولا له علاقة بالإسلام، فهمه الشخصي لآية ما ويشرح للناس إن إزاي إن الفهم ده أو إن الآية دي تبرر جرائمه ضد البشرية، ده بيحاول يفرضها بقى على الناس، ده فهم مش دين بقى، ده شيء دخل على الدين وليس من الدين. ده في فهمي أنا يعني، أو يعني إنه اسمه تنقية الدين من أمور دخلت فيه وهي ليست منه. فده بقى يدخل في تنقية الدين من أمور ليست من الدين ودخلت منه، يدخل فيه مراجعة المناهج، يدخل فيه إذا كان تسلل أفكار معينة ومؤلفات معينة داخل التراث الإسلامي. وكان هو أستاذ سوقي قال يعني تعبير جميل قوي، قال كنت منتظر ألاقي طاولة حوار طويلة عليها مجموعة من العلماء. هو اللي حصل زي ما الأستاذ دسوقي تفضل وقال إنه إحنا كان عندنا إشكاليتين. الإشكال الأول إنه ده طبيعي جدا إنه المؤسسة الدينية أو المؤسسات الدينية التقليدية في العالم كله بتتعامل مع دعاوى التجديد بشكل فيه شيء من التحفظ، لأنه هم أي مؤسسة دينية بترى إنها المسؤولة عن حفظ الدين، حماية الدين. طبعا هو المفروض الدين بيحميه ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده فهم الفهم السائد في المؤسسات الدينية. فكان عندنا إشكالية إنه في تحفظ من المؤسسات الدينية في التعامل مع الموضوع وترقب إيه المقصود، إيه حدوده، ده من ناحية المؤسسات الدينية. وكان عندنا الإشكالية اللي أشار إليها الأستاذ دسوقي لما اتكلم عن الناس اللي يعني دخلوا في الموضوع من غير ما يراعوا أصوله. يعني أنا لما بتكلم عن 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 مراجعة التراث، التراث شيء يحترم ولابد من التعامل معاه ومع أشخاصه بشكل
في احترام وفي حكمة وفي حكم، لكن هم مع احترامي وتقديري ليهم برضو في فهمي انهم بشر. حضرتك التراث الانساني عموما في كل الفنون، ما انت عندك المكتبة الانسانية في كل المجالات فيها تراث وفي طبعا. افكار خلاص بقى يعني العالم تجاوزها وما بقاش بيقبلها، لكن ما لغاش ان ده جزء من التراث الانساني. احنا بقى عندنا اشكال ان في ناس دخلت في هذا الامر وابتدت تعمل للمواطن العادي صدمة بقى، انه تتكلم بشكل ما فيهوش الاحترام المطلوب مع رموز دينية. يعني احنا لما بنتكلم على ان البخاري او صحيح البخاري يعني ما فيش اشكال ان ممكن يراجع بعض امور فيه، لكن الامام البخاري هو الامام البخاري ويراجع وهو الامام ويراجع بادب ويراجع من المتخصصين راجع المنبر ويراجع من حضرتك فاهم قصدي طبعا. فهو الشاهد انه ايه، انه يعني سيدنا عمر بن الخطاب هو سيدنا عمر ومن المبشرين بالجنه، وله اجتهادات في قضايا المراه العلماء تكلموا واخذوا وردوا فيه. فاللي انا عايز اقوله بقى انه لما دخل من الناحيه الثانيه بعض ناس اتكلموا عن الموضوع بشكل في صدمه وفي انجاز التعبير يعني مش عايز اقول تجاوز يعني في حق ما لا يجوز التجاوز في حقهم يعني، والخلط ما بين انك تحترم اشخاص بذلوا من الجهد لحفظ شيء في الدين واجتهدوا. احنا عندنا الدين بيحمي التعامل الراقي مطلوب، الدين بيحمي الخطأ في الاجتهاد يعني وده حتى عشان يشجع المجتهدين ان هم يديله اجر ان هو يديله اجر ان هم يجتهدوا. فانا عايز اقوله انه ايه، انه الناس اللي دخلت وخلطت ما بين مراجعة المناهج وان انك تقبل وترد من نتاج اي بشر، لانه في الاخر بشر ما هواش نبي موحى اليه يعني طبعا. وما بين ان انت بقى تتجرأ وعلى ذاته وتبتدي تتكلم عنه بشكل فيه يعني معذرة يعني اهانة وما شابه، فده ما يسخش. خلى التحفظ اللي عند المؤسسة الدينية الرسمية يزيد لا يعني ما يصح. ولذلك سيادة الرئيس لما بيتكلم على الموضوع بعد الدعوة الأولى في كل بقى المرات اللي بعد كده، ما فيش مرة سيادته يتكلم إلا يقول التطوير مع الحفاظ على الثوابت ومع يعني وسيادته بيتكلم عن الناس ترتقي في التعامل يا سيادة النائب. لما فضيلة الإمام الأكبر في أظن كان في حفلة المولد النبوي كان بيتكلم على السنة والحفاظ على السنة، فسيادة رئيس الجمهورية قال إنه بالتأكيد السنة لابد أن توقر وتحترم، لكن إحنا بنتكلم عن الفهم للسنة. فاللي أنا عايز أقوله إن القضية دي قضية حساسة جدا، محتاجة زي ما أستاذ دسوقي كان بيتكلم إنه يعني أولا حكمة حكماء المجتمع من المتخصصين إذا كنا بنتكلم عن الدين والمتخصصين في علوم الإنسان، لأنه في الآخر الدين نزل للإنسان صحيح. فبجوار علماء الدين يكون في علماء اجتماع وعلماء نفس وإلى آخر ذلك من التخصصات يعني، عشان تبقى فيه منهجية ما فيهاش أنه حاجة هتمس الثوابت، ما فيهاش أنه لما بنقول مراجعة التراث مش معناها أن في كتب هتتحرق، لكن معناها انه في كتب قد تكون مناسبه لزمانها ما بقتش مناسبه دلوقتي، مكانها في المكتبه المتخصصين يطلعوا عليها في دراستهم الاكاديميه طبعا. لكن اللي يتداول ما بين الناس الامور المناسبه للناس. ثم اي افكار في كتاب مع كامل الاحترام لمصنف الكتاب تتعارض مثلا مع الدستور، انا يعني مع كامل الاحترام للمصنف، لكن انا ما اقدرش اطرح لطلبه في المعاهد والمدارس اللي بتدرس دين يعني مناهج فيها شيء يتعارض مع الدستور. الدستور ده شيء يعني اذا كان الدستور بيتكلم عن تجريم الحد على الكراهيه، لو انا لقيت اي فكره حتى لو كان المصنف مش قصده انه يحط على الكراهيه لكنها تفهم في الاتجاه ده، احطها كمثل يعني او كنموذج دراسه يعني انه فيها تجاوز في حق الآخر بشكل غير مقصود. لا ما ينفعش مناهجي يبقى فيها ده، وده تاني هو بقول مع انه اللي هيقوم به يكون شخص متخصص يستفيد ويسترشد بعلماء الدنيا، لانه هو ويتعامل بحكمة مع ويتعامل بحكمة. طيب استأذنكم نخرج فاصل ونرجع نكمل اعزائي المشاهدين، فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد، أجدد ترحيبي بسيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بسيادتك، كما أجدد ترحيب أيضا بالكاتب الصحفي أستاذ محمد الدسوقي رشدي. أستاذ دسوقي أهلا بيك يا فندم. المرة دي بقى هبدأ مع الأستاذ دسوقي تحليل سيادتك لموقف عبد الله رشدي بخصوص الدكتور مجدي يعقوب. وهو ده بقى النتائج اللي احنا كنا بنتكلم فيه، يعني بداية ظهور عبد الله، يعني هرجع بس لورا شوية. اتفضل يا فندم. عبد الله رشدي بداية ظهوره الحقيقة وانتشاره كان في قنوات الفضائيات السلفية، عشان نكون بس على نور وبمنتهى الوضوح، وصوره مع حازم صلاح ابو اسماعيل موجودة. انا ما بحبش اتعامل مع عبد الله رشدي على انه عالم وفقيه في الدين، لان هو ما قدملاش نفسه كده. وعبد الله رشدي لما جه قدم لنا نفسه، قدم لنا نفسه، انا اسف في اللفظ، يعني انه راجل داخل بالحاجات في صدره، يعني انا بتاع المناظرات، انا القاصف الجبهات، انا باخرس السنه المستنيرين والمش عارف ايه والكلام ده كله. فاذا كان في شخص بيقدم لك نفسه، هو في الدنيا تقديمه انك تقدم نفسك انك عالم وفقي، مفيش حاجه في الدنيا احلى من كده. فان انا استغنى عن ده واختار ان انا اقدم نفسي بالشكل ده، شكل انا اسف النضورجي اللي داخل يخلص مصلحه، اللي عاوز ناس تسقف له، اللي عاوز يكون شخص مشهور، اللي بيطلع يعني هيموت حياته كلها عشان مناظرات. فبالتالي انا ما اعرفش اخد عن شخص من ده علم، لان هو مقدم نفسه قبل العلم. فبالتالي موقف عبد الله رشدي تجاه مجدي يعقوب هو موقف مش يخص عبد الله رشدي لوحده، ده يخص افكار متاصله، انك سايب الكون ببراحه باتساعه بمشاكلنا وبتتكلم في الجنه والنار. طب هل هو حضرتك بتتكلم في الجنه والنار مثلا مفاتيحها في جيبك الشمال؟ دي حاجه من الحاجات اللي مش بتاعت اي حد فينا، مهما كنا، مهما كانت مسمياتنا، مهما كانت ادياننا، مش بتاعت حد فينا. في كل الاديان بالشكل ده مش بتاعت حد فينا طبعا. ده احنا كلنا بندعي انه نمشي بالستر عشان ربنا يحسن الخاتمه فننال رضا ربنا، ومحدش عارف ازاي، ومحدش عارف، وطول الوقت بنقول ان ربنا رحمته اوسع من كل شيء. فما تخلصنا من المشاكل اللي احنا عايشين فيها الاول علشان ندخل في هذه المشكله الكبيره. كلمني عن قيمه الراجل وعلمه، انا مال انا هو دينه ايه او بيشتغل ايه او بيعمل ايه، انا بماذا يفيد البشريه، بماذا يفيد الناس. لكن على فكره هو مش المقصود دكتور مجدي يعقوب، المقصود بمنتهى البساطه، لانه نفس الكلام ده حصل مع زويل، نفس الكلام ده حصل مع دكتور محمد غنيم، هيحصل مع اي نموذج مشرف الناس تتلم حواليه، عشان هو مش عاوزك تروح لنموذج العلم، مش عاوزك تروح لنموذج منور، هو عاوزك طول الوقت تبقى متعلق في دلبيه، في الجلابيه بتاعت شيخه، عشان يوصل المصريين لمرحله ان احنا دلوقتي مصر دار الافتاء بيجي لها اسئله، هو انا لما اعمل الشجره اللي عندي في الجنينه على شكل ميكي ماوس عشان الولاد ده حرام ولا حلال؟ هذا الخطاب الديني المتطرف هو اللي وصل المصريين هم يسالوا اسئله من هذا النوع، اسئله ما ينفعش نضيع فيها وقتنا ابدا. لكن هرجع بقى الكلام كان بيقوله سياده النائب قبل الفاصل فيما يخص التعامل مع تجديد خطاب الدين والمؤسسات. انا ساعات بشوف، وما اعرفش يعني صلحني في ده كنت غلطان ولا لا، انه مؤسسات الدينيه مش بس حذره، لا خايفه. يعني المتطرف بيغالي في تطرفه وتفسيره للايات زي ما هو عاوز دون خوف، وش مكشوف. لكن اهل الاستناره عندنا في مصر جزء منهم كبير بيخاف يخوض معارك، بيترفع، ما اعرفش. لكن لو رجعنا للستينات، 66 غالبا 65، الازهر في احتفاليه من احتفاليه المولد النبوي، الطلب من الشيخ الذهب الله يرحمه، وهو من هو يعني، وبعد كده بقى وزير الاوقاف، بعد كده اتقتل على ايد الجماعات المتطرفه، انه يقدم دراسه فيما يخص ما دس من اسرائيليات على القران والسنه، على تفاسير القران والسنه، وتقدمت وبعد كده تحولت لكتاب. اظن ان احنا محتاجين الكتاب ده، مش هتلاقيه، اظن محتاجين يكون موجود في كل بيت، لان اللي موجود في الكتاب ده هو اللي تقدر تبني عليه فيما يخص منهج التنقية والتحقيق. يعني لما تيجي تبص تلاقيه بيتكلم على انه ايوه العرب وقتها ما كانوش يعرفوا القصص، كان بيحبوا يسمعوا القصص. مين اللي عنده القصص؟ اما اليهود يا اما الناس اللي داخل الاسلام الجديد فبيحبوا يحكوا القصص. فبيتكلم على وقعة بتاعت احمد بن حنبل ويحيى بن معين، ان هم دخلوا، انه انتشر في مرحلة ما مجموعة من الوعاظ اللي هم تقدر تشبههم
طيب. بالعيال او الناس ممكن سيادتك تأجل الواقعة دقيقة بس عشان معايا خبر مهم وهرجع اخد الواقعة. انا وقفت عند الواقعة دي. تدريس مادة خاصة عن المبادئ المشتركة في الأديان الثلاثة وهتدخل المجموع. معنا على الهاتف الأستاذ شاكر فتحي مدير الإعارات الخارجية بإدارة غرب القاهرة التعليمية. أستاذ شاكر مساء الخير يا فندم. مساء النور. إيه تعليق سيادتك على الخبر يا فندم؟ طبعا أن هو تدريس المادة دي مهم جدا، وهي أساسا مش بديل للتربية الدينية، إنما هي بخط موازي مع التربية الدينية، وفي نفس الوقت هي مادة دكتور حجازي كتوجيهات السيد الرئيس السيسي ان لازم يكون في تجديد، ولازم يكون في تجديد للخطاب، ولازم ازرع في الطالب فكرة ان هو يقبل الاخر ايا كان الاخر ده لونه ايه، اسمه ايه، ديانته ايه، زميله قاعد جنبه على الديسك. فطبعا لازم يكون يعني مقبل على الطالب ويعني حاسس ان زميله ده هو اخوه، مش حاجه مختلفه عنه. تمام، شكرا ليك استاذ شاكر فتحي مدير الاعارات الخارجيه باداره غرب القاهره التعليميه. يعني الشيخ ده في الكتاب ده اتكلم على القصاصين او اللي هم زي الوعاظ دلوقتي. هو مثلا ايه يبقى انت جارك، انا اسف، يعني ممكن يبقى سواق تاكسي ولا موظف، وبعدين فجاه راح الجامع سمع له كلمتين فامر رب دقنه وبقى شيخ وبيخطب في الناس. دول بقى موجودين من زمان، هو اتكلم عنهم وقال نصا كده ان اللي بدا يفهمهم ويحاربهم كان سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا عمر، هم اللي خاضوا ضدهم حملات عشان يطردوهم من المساجد. دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحكوا للناس قصص لا هي موجوده لا في القران ولا موجوده في السنه ولا موجوده عند اي حد، والناس عاوزه تتسلى. لدرجه انه يحيى بن معين واحمد بن حنبل كانوا بيصلوا، واحد من القصاصين دول كان قاعد بيحكي روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام عن يحيى بن معين عن احمد بن حنبل. فلما وقف يحيى بن معين قال له انت جبت الكلام ده منين؟ قال له من يحيى بن معين احمد بن حنبل. قال له انا يحيى بن معين وده احمد بن حنبل. فقال له يعني ما فيش حد غيركم في الكون اسمه يحيى بن معين واحمد بن حنبل؟ المشكله مش في هنا، المشكله ان الناس اللي كانت بتسمع قامت تطرد احمد بن حنبل ويحيى بن معين. هم دول الاجواء اللي انت شفتها بقى من كل بقى اسطوره الدعاه الجدد اللي قايمه على القصص اللي انت مش عارف منين مصدره وجاي منين او اتعامل معاه ازاي. الكتاب ده واحد من الكتب المهمه، وكانت دراسه طالعه من الازهر. انا بقول انه المشكله بتاعتنا بقت عند اهل الاستناره او الوسطيين من المشايخ، ان هو بيخافوا يخوضوا هذه المعارك، بيخافوا على نفسهم، ما اعرفش بيخافوا من او بيترفعوا. ممكن يكون من كتر ما الساحه اتملت ناس بتتاجر بالموضوع هم عاوزين يرجعوا لورا خطوتين، انا ما اعرفش. بس دي ظاهره محتاجه دراسة وتحليل. وبرضو مفيش كلام عن تجديد الخطاب الديني من غير ما نتكلم عن الخطاب الثقافي والخطاب الفني والتعليم، لانه مش هتجدد الخطاب الديني لوحده. يعني انت عملت مادة وده قرار عظيم اهو، بس قولي مين هيدرسها؟ طب رأي سيادتك فيها ايه المادة دي؟ قرار عظيم جدا. قولي مين هيدرسها؟ وقولي مين هيحط المنهج؟ ما هو انت تستطيع ان تضع اعظم المناهج في الكون ويكون اللي قاعد شخص متطرف وعنصري ويقول الكلام بس يتريق عليه او ما يقولوش، زي ما بيحصل كتير في مدارسنا وزي ما بيحصل لكتير من اولادنا، انه في الاساس كله بيبقى من المدرسه. الاخوان كانوا بيصطادوا الاولاد وبيجندوهم من المدارس من ملاعب الكوره. فبالتالي مش بس تعمل حاجه وترميها، قول لي مين هيدرسها وهيتم تاهيلهم ازاي، لان دي ماده مهمه جدا. طب سياده النائب تتفق مع استاذ زوقي في موضوع المادة اللي هي المشترك في الديانات الثلاثة؟ بالتأكيد، وهو أظن كان معالي وزير التعليم كان بيتكلم عن فلسفتها، يعني أنه في الآخر المبدأ المقاصدي في تدريس الأديان هو الأساس. المقاصدي يعني ما هي المقاصد التي تهدف لها الأديان؟ فهو كان بيتكلم على ان كل الاديان بتتكلم عن الصدق وعن الامانه وعن العمل وعن النظافه وما شابه، يعني كلها فضائل يعني. وانا اظن ان الكتاب هيبقى يعني ماشي في هذا الاتجاه، يعني المبادئ والقيم والاداب اللي الاديان متفقه عليه. وهو الهدف انه يعني احنا في وقت من الاوقات لما كانت بتيجي حصه الدين كان بيبقى الطلبه يتفرقوا عن بعض،
فكان ده في حد ذاته كتصرف يعني بيقول ان انتوا مختلفين. لكن غير لما انت تبقى بتدرس ماده بتقول للناس انه انت سواء ايا كان دينك ايه لكن انت دينك بيدعو لهذه القيمه، فبالتاكيد ده في الاخر هيرسخ في وجدان وعقول الولاد انه الاديان في الاخر بتدعو لشيء واحد، محبه ربنا ومحبه الناس والخير وعماره الارض والى اخر ذلك من القيم يعني. لكن هو زي ما الاستاذ محمد تفضل وقال فكره هو مين هيدرسها، لان احنا عندنا تجربه في المعاهد الدينيه الازهريه الخاصه، ما هو زنقنا زنقنا في حته احنا مش عارفين نقول فيها ايه. المعاهد الدينيه الازهريه الخاصه دي بينشئها زي اشخاص زي المدارس الخاصه كده، وكان قبل الثورتين واظن يعني مع الاسف قد يكون الى الان تتوجه بتوجههم، يعني هم اللي عاملها ده شخص ينتمي للاخوان، فيبقى المنهج اللي جاي هو منهج الازهر، لكن اللي بيدرسه يدرسه بالطريقة أو بالفكر اللي يخدم على أغراضه هو. فأنا عارف أن وزارة التربية والتعليم بحكم يعني المجلس أنه بتعمل تدريب لمدرسين و و و و وعلى المناهج الجديدة عموما بشكل عام يعني. أنا متهيألي أنه المادة دي تندرج تحت المواد اللي سيادة الرئيس اتكلم عنها في تولي الفترة الرئاسية الثانية، واللي كانت الحكومة اتكلمت عنها ببيانها الجديد اللي خدت عليه الثقة لما جه رئيس الوزراء المهندس مدبولي، فكرة إعادة بناء الإنسان المصري. فقد يكون المنهج ده أحد المناهج اللي بتعيد للإنسان المصري جزء من القيم والمبادئ والآداب اللي اتفقت عليها الأديان واللي كانت مترسخة وموجودة في المجتمع المصري. المادة دي لو في هذا الإطار يعني هي موجودة في هذا الإطار، فأنا متهيألي إن المدرسين اللي بيدرسوا المادة دي بالذات هم من أهم المدرسين اللي في وزارة التربية والتعليم، لأن إذا كانوا دول اللي هيشتغلوا على إعادة بناء الشخصية المصرية لازم يتم يعني اختيارهم بمنتهى يعني الدقة طبعا، وتدريبهم بشكل يعني دقيق جدا عشان يعيدوا يعني الشعب المصري لما كان عليه من أداب وقيم يعني خلال السنوات اللي فاتت ما قبل الثورتين، يعني من إهمال للتعليم وإهمال لأمور كثيرة مع الأسف تراجعنا في هذه الأمور. فمهم جدا أنه المنهج يكون العمل صياغته يكون اتعمل بشكل يعني بمعايير منضبطة من الناحية التربوية، وأنه يعني من يجب أخذ رأيهم في المنهج سواء كانت مؤسسات دينية أو مؤسسات تربوية أو مشابه، يعني يكون ده كله حصل، وإن اللي هيدرسوه يبقوا فاهمين المقصد منه. إحنا من أهم يعني أهداف تطوير أو تجديد الخطاب الديني فكرة التعليم المقاصدي، إن حضرتك تتجاوز يعني تتخطى مرحلة الوسيلة عشان تعرف هو هدفها ايه. يعني زي فكرة ان كل عبادة من العبادات ليها هدف، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فصيام من غير تقوى ما حققش مقصده. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انه يعني وهكذا. ففكرة انه اللي هيدرسوا الكتاب يبقوا عارفين انه الهدف منه ولادنا بقى هيبقى ايه، يعني ده في سلوكياتهم بقى يظهر ايه. يعني مفروض حتى وانت بتقيم الولاد بما انهم هيدخلوا المادة دي ضمن المجموع، يعني يبقى في تقييم بالمنطق ده، مش ان الولد حفظ ودخل وكتب وانما اثرت في حياته ازاي، ويبقى في انشطة بترسخ ده. احنا يعني في بعض جمعيات الاهلية بيعملوا اللي هي فتح حضانات الى حد ما يعني بتتبع المعايير العلمية، يعني بيبقوا بيقيموا الولاد بسلوكيات الولاد، يعني يبقى الاباء بيشاركوهم في انه ايه اللي اتغير في حياة ابنهم، هو خد درس عن النظام، هل ده أثر إن أوضته بقى بتترتب أحسن، وإنه خد درس عن الـ يعني إنجاز التعبير إنه ما يبقاش أناني، إنه يبقى معطاء، هل ده ظهر مع أخواته ظهر مع جيرانه ظهر في سلوكياته يعني. فمهم إن وإحنا بندرس مادة زي كده نكون بندرسها في الإطار ده، ومفروض إنه أحد أهم أهداف تجديد الخطاب الديني إنه تعليمه يبقى كده، إن يبقى الناس فاهمة انه الاثر التدين في معاملتها هو الهدف بقى، لان الدين نزل لسعاده الانسان ولمساعدته على عماره الارض،
فده هيظهر فين؟ مش ان انا بصلي كتير بس ولا بيصوم كتير بس ولا بيدفع زكاة وعشور كتير، لا، وانما انه يظهر انه بيعامل الناس بقى بأمانة، وانه أثار هذا التدين ظهر في سلوكياته ومعاملاته مع الـ مع الـ مع الآخرين يعني. تمام. طيب في عجالة شديدة عشان الوقت بس أستاذ سوقي، أسرة شهيد الواحات صرحت بعد إعدام عشماوي إن حق ابنهم رجع، رأي سيادتك؟ طبعا طبعا، فكرة الفقر، فكرة القصاص نفسها كمان أعتقد إنها فكرة المطلوبة عشان الناس على الأقل نارها تبرد، لانه احنا قدام زي ما قلنا راجل مجرم وارهابي، والبيان كان عظيم جدا وواضح وبيعدلك وعمل ايه. فبالتالي انت ما بتشوف ولادك راحوا تحس انه تطمن للدوله ان هي ساعت عشان تجيب حقهم. والعقيده بتاعت الشرطه المصريه او الجيش المصري حتى الافراد نفسهم قايمه على انه انا مش هسيب زميلي. من كل قصصنا العظيمه اللي بنقعد نرويها من 73 كانت قايمه على هذا المبدا، هي فكره الثأر للشهداء وللوطن نفسه. فأعتقد أن مصر كلها أصلا حست أن حقها رجع النهاردة، لأنه لما تبص على الأيام اللي فاتت السؤال اللي كان بيشغل بال الناس أحيانا هو مش هيعدموه بقى ونخلص، مش هيعدموه بقى ونخلص، مش هيعدموه بقى ونخلص. حتى التعجل فكرة أنه أنا عاوز أسمع قرار إعدام الراجل ده أو خبر إعدامه علشان أفرح عشان أرتاح. هو مش مستحمل الدولة تحقق معه عشان طلع معلومات، هو عاوز يموت، عاوز يخلص، مش عاوز يبقى موجود في الحياة. ودي طبيعة شعب مصري، أي حد هيمارس كراهية ضد هذا الوطن وضد هذا المجتمع هي بتلفظه أيا كان هو مين. تمام. سيادة النائب تعليقك. يعني بيان القوات المسلحة ابتدى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإنه لما يعدد الجرائم اللي ارتكبها يعني هذا الإرهابي عشان يقول للعالم كله تجابها بالتفصيل، إنه بالتفصيل يعني. أنا في الحقيقة رقم واحد بالتأكيد ده يعني نزل هذا الخبر سلاما وبردا على قلوب أسر الشهداء، ده 100%. هو برضو في دلالة قوية جدا على النجاحات اللي حققتها الأجهزة الأمنية المصرية في مواجهة الإرهاب. احنا لو رجعنا كده ل 2013 ويعني وبعد بيان 3/7 ونفتكر بس الوضع كان عامل ازاي، يعني ان يتم إلقاء القبض على عشماوي هو من أخطر العناصر الإرهابية وغيره اللي تم إلقاء القبض عليهم، ده بيعبر عن النجاحات اللي حققتها الأجهزة الأمنية. وحاجة تانية مهمة جدا، إنه قد كده الدولة المصرية هي دولة قانون ودستور، يعني العناصر الإجرامية دي اتحكمت قدام القاضي الطبيعي. طبعا هو كان في قضاء عسكري لأنه هو كان عسكريا ولأنه بيرتكب جرائم إرهاب طبقا للدستور المصري، لكن اتحاكم، ولو كان معاه محامي يدافع عنه، وفي الآخر الحكم ما تنفسش إلا لما بقى حكم نهائي وبات. وأنا بفكر نفسي والمواطنين يعني لما سيادة الرئيس في جنازة المستشار هشام بركات لما بيعزي أسرته، كان أظن أحد الإعلاميين أو حاجة بيسأله، فقال ما فيش حكم نهائي وبات هيجي إلا وهننفذه، وقال إحنا كدولة مصممين اننا نتبع القانون ونتبع الدستور وانهم يتحكموا المحاكمات ايا كان مراحل التقاضي ايه، لكن في الاخر دي مصر كدوله، احنا مش زيهم. هو بيقول ان هم بيدوا الامر لانهم عصابات اجراميه بالاشاره، وهم في بيتحكموا يدوا امر لعناصرهم ينفذوا عمليه اجراميه، لكن احنا دوله لها تاريخ طويل من الحضاره، دوله عرفت المحاكم وعرفت القوانين والمواثيق والرقي قبل يمكن ما البشر كلهم يعرفوها، وإننا مجرد ما يصدر حكم نهائي هننفذه. يعني في الحقيقة يعني الرئيس ما فيش كلام بيقوله للشعب المصري طال الوقت أو قل إلا وبيطبق على الأرض. وفاكر أنت في الدورة التثقيفية اللي شفناها كلنا في التلفزيون لما سيادته قال الفرق ما بين الشهيد المنسي وما بين عشماوي، قال ده كان ضابط وده كان ضابط، ده فضل على فهمه الصحيح وفي تحمل أمانته في الدفاع عن الدولة المصرية، وإحنا بندور عليه ونكرمه ونكرم أسرته، والتاني بندور عليه عشان نحاسبه. وأظن كان ساعتها لسه ما كانتش اتقبض عليه، لكنه الحمد لله تم إلقاء القبض عليه وتحاكم. وأي يعني شخص ارتكب جرم في حق مصر وفي حق شعبها 100% هيدفع ثمن ده بالقانون وبالدستور وبدولة يعني خلال السنوات اللي فاتت دي
الدولة المصرية أولا شعبها وثانيا مؤسستها ضربت أعظم مثال في إزاي تدافع عن بلدك وتحميها وفي ظل تحديات من أصعب ما تكون، لكن وانت بتعمل كل ده بتحترم القانون وبتحترم الدستور وما بتخرجش خارج إطار القانون والدستور. في ختام حلقتنا بشكر سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب. شكرا. سيادة النائب شرفت نورت. بشكر أيضا الكاتب الصحفي أستاذ محمد دسوقي رشدي. أستاذ دسوقي شرفتنا ونورتنا. أعزائي المشاهدين، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم مساء الخير. بشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.